بركاته، اهلا بيكم في لمة العيلة للشروحات. هنشرح النهاردة ازاي مع بعض نعرف عدد الساعات وعدد المشتركين بأبسط طريقة من الموبايل. المطلوب منكم ان انتوا بتفتحوا صفحة متصفح جوجل اللي انتوا شايفينها قدامكم، وبتكتبوا فيها كلمة استوديو اليوتيوب بالشكل ده، استوديو اليوتيوب اللي هي الكلمة دي، الكلمة دي اول واحدة، هسيبها لكم في صندوق الوصف توصلوا ليها بسرعة. لما بنضغط على الكلمة دي وبنعمل البحث او الذهاب على طول طالما في دوت كوم، بنوصل لصفحة قناتكم كأنكم فاتحين من كمبيوتر بالظبط. بعض الاحيان الصفحة دي ما بتظهرش، بنروح عند علامة الثلاث نقط اللي احنا شايفينهم فوق دول وبنضغط عليهم، وبنختار العرض بإصدار سطح المكتب وبنعلم عليها كده، بتفتح معانا بالشكل ده. بعض الأحيان ناس منكم بتشتكي وتقول الصفحة ما بتفتحش، وبتكون عندكم موجودة بالشكل ده. لو الصفحة فتحت عندك بالشكل ده، هتضطر ان انت تضغط على المتابعة لاستوديو اليوتيوب الالكتروني، الكلمة اللي انتوا شايفينها دي طالما انتوا اساسا منزلين التطبيق، هنضغط على المتابعة لموقع استوديو الالكتروني. لما بتضغطوا على الموقع بيفتح معاكم الصفحة دي. بعد كده اهم حاجة عاوزكم تبصوا ليها الحاجات اللي على الشمال دي، الحاجات اللي على اليسار، هقربها لكم واشرحها لكم. اول واحد ده بيتكلم عن بيانات قناتك اللي هي الصفحة اللي احنا فيها. تاني واحد الفيديوهات، لو عاوزين نشوف علينا مطالبات ولا لا، وهشرحها لكم حاليا. بعد كده اللي بيهمني ان انا انزل عند علامة الدولار. علامة الدولار دي اللي احنا بندور عليها، هي دي اللي فيها شروط تحقيق الربح. اول ما بتفتحوها بتجيلكم صورة ولد وبنت بالشكل ده، وبتجيلكم عدد المشتركين، وبيجيلكم كام ساعة مشاهدة عندك. الحاجة التانية اللي بنبه عليها اللي هي الانذارات، بتكون عن طريق ان انت تضغط على علامة الفيديوهات اللي هي دي، العلامة دي. لما بنضغط عليها بتبتدي تجيب لك الفيديوهات اللي منشورة على قناتك زي ما احنا شايفين. بتروحوا للخانة اللي هي دي، الصف ده اللي هو القيود. طالما ما من قيود مفروضة يعني انت مفيش عندك اي انذارات. خلاص كده احنا عرفنا ازاي بنجيب الساعات وازاي بنجيب الانذارات. الساعات والمشتركين من عند علامة الدولار، الانذارات من عند علامة الفيديوهات. اتمنى يا رب ان الشرح يكون سهل عليكم ويفيدكم، وبعد كده تكون سهل جدا ان انتوا توصلوا كل يوم وتعرفوا عدد الساعات وعدد المشتركين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.